وفي موضوع انفصال أوزع جمعيات البركة كمامات واقية على عمال وصحفيي قناة نوميديا، إضافة إلى تعقيم مقر القناة في مسعى خيري للتحسيس بمخاطر فيروس كورونا. الجمعية ارتأت أن تكون هذه المبادرة من المؤسسات الإعلامية كون صحفيها في الخط الأمامي مقابل الفيروس. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الحملة التي أطلقتها جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، الحملة الكبرى تسمى حملة الشفاء التي بدأنا نوزع فيها 2 مليون كمامة على مستوى الوطن، بدأنا بولايات، بدأنا بالعاصمة قسنطينة، واشتغلنا على تقريبا 10 ولايات الآن، واشتغلنا في يعني الشق الثاني على المؤسسات. بدأنا بالمؤسسات الإعلامية لأهميتها، ولأن اليوم الصحافة ورجال الإعلام اليوم هم في مواجهة هذا الوباء من خلال ما يقومون به، وهم الآن متواجدين في الساحات ومتواجدين في مناطق الظل وفي كل مكان، فهم الآن يعني في أمس الحاجة إلى هذه الكمامات، فنحن قدرنا جهودهم. واليوم إن شاء الله نحن في هذه القناة التي يعني تعتبر من القنوات الرائدة، قناة نوميديا، في نقل الصورة والصوت الحقيقي المعبر عن الوطن، نحن في زيارة لهم اليوم إن شاء الله لتوزيع الكمامات على الصحفيين والصحفيات والموظفين يعني العاملين في هذه القناة المحترمة. في إطار هذه الحملة الكبرى للوقاية من هذا الداء يعني، واليوم يعني إن شاء الله يعني نوجه رسالة لكل الناس الذين يروننا من خلال هذه القناة، بأنه أمام تزايد هذه الأرقام والخطر المحدق اليوم من تزايد هذه الأرقام وهذا الوباء، علينا أن نحترز بوضع الكمامة وننتبه جيدا، بأن إنقاذ الوطن اليوم أصبح واجب الجميع، ومن إنقاذ الوطن أن تبقى الصحة، صحة المواطن هي في الأساس هي رأس مال هذا الوطن، فعلينا اليوم أن نحترز جيدا ونقي أنفسنا من هذا المرض بوضع الكمامة والتباعد وعدم الاستهتار، وعلينا أن ننتبه بأن الأمر خطير.